المباراة الأول، اللاعب رقم 10 حسين خالد اللي سجل هدف التعادل وعاد الزمالك للمباراة، وهو أيضا من سجل الهدف الثاني، وهو من يسجل الهدف الثالث في هذه المباراة وينهي من خلاله يعني كل شيء في هذه البطولة، ويتوج من خلال نادي الزمالك بطلا لبطولة كاس زايد الدولية للناشئين. هو رجل المباراة الأخيرة اللاعب حسين خالد. إذن مبروك بكل تأكيد للزمالك وعشاقه ومحبيه.